كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. اسم ديالي العبار عبد الرحيم، كنسكن في دوار فقرة من إقليم سيدي قاسم جامعة سيد كامل، وكنطالب أول الله المحسنين يتعاونوا معايا على هاد الوليد هذا. كل ست شهور كندير له سكانيرات، وحاليا درت له عملية في فاس على ود 4 شهور، ودابا كنطلب من الله والمحسنين يتعاونوا معنا هاد الوليد هذا شي كريري صار. العمل المهني ديالي مع الفلاحة وصافي. عندك شي مدخول شهري؟ لا والو. عندك شي وليدات اخرين سي عبد الرحيم؟ عندي دري قال منو حسام يلا دخلتو التحضيري هاد العام. هاد الوليد واش كتلقى شي اعانه من بعض المحسنين في جمعيه السليك والعلاج والادويه، ولا ما عمرك تلقيتي شي حاجه؟ لا والو ما عمري تلقيت شي حاجه الا واحد السيد الله يسره مسكين مره مره وصافي كيف كيف. دابا هاد الوليد شنو الاشكاليه اللي عندك من غير العلاج اللي كتحتاجو؟ كيحتاج كراسه، كيحتاج ليكوش، وكيحتاج كل 6 شهور خاص تديرو له سكانير و وبغيتو انا عايكون هو يعني بحالو بحال الناس وناشطو في كراري خاص تكون زوينه. ترويض تديرو؟ ترويض دير له شي حاجه، ما كاين والو من هذاك الشيء. عام ومسكينه تكرفصات معاه، ديتو القنيطره للدفات تما كنا نديرو له الترويض. صح ما كاين والو، ما قالنا واخا دير له الترويض ما كاين حتى شي حاجه. هادشي راه وكنطلب من المحسنين يتعاونوا معنا لهاد الوليد هذا، وكل 6 شهور نبقى ندير له لوسكانير وليكوش والمعيشه ديالو. وهذا هو اللي كنطلب انايا من المحسنين. وانا مازال ما استاهلينش.